برحب بكم ونحن في ملعب الرياضة بدون كروت لا أصفر ولا أحمر. نحن مع حواء الرياضة السودانية في هذه الأمسية، بنسعد كثير أن يكون معنا رائدات في العمل الرياضي والتشجيع والدعم والانتماء بدون عصبية. بنرحب كثير بالأستاذة نهى النجر ممثلة الفريق الهلالي في هذه الأمسية، وبنرحب كذلك بالأستاذة سارة جاد الله أيضا في الفريق الهلالي. على يميني الفريق المريخي الأستاذة الشاعرة فتحية عبد السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بك، وأيضا بالزميلة الأستاذة مدينة قنجاري أيضا تمثل الفريق المريخي. نسعد كثير مشاهدينا الكرام في هذه السهرة يكون معنا الفنانة الشابة الرائعة المتألقة فهيمة عبد الله. بنرحب بك فهيمة، وبرحب بزميلي في التقديم صاحب الكروت درمة. أهلا بك. مرحب بكم ومرحب مشاهدي الأعزاء، ونتمنى أن نقضي ليلة جميلة، وأتوقع أن تأتي فقرات هذه الحلقة لكي تنال رضاكم وإعجابكم. درمة دائما منحاز للحواء، وهو كان بيقول إن الحلقة دي حتكون مميزة أكثر من سابقاتها. عموما حنشوف التحدي والرهان يا درمة إن شاء الله. البداية وضربة البداية دائما مع الأستاذة الشاعرة فتحية عبد السلام. بنرحب بك وبنسألك من بداياتك وانتمائك وقصائدك الجميلة. تحية للمشاهد الكريم، كل من يشاهد قناة الشروق المشرقة دائما، وتحية لكل الأهلة، تحية خاصة للمريخاب. وأنا من تبيت صغيرة وقمت مريخية، بهواها النجوم اللامعة تضوي عشية، مريخنا العظيم مليون سلام وتحية، بكتب بدماي وحقك أنت عليا، وخلف الجدر رجال ثابتين نفوس نغية، إخلاص واحترام شايف القلوب مجلية، أولادنا الأسود بيهم عقد النية، ما بيخيب رجاهن يا هدي المحرية، أولادنا الأسود بهم عقد النية، ما بيخيب رجاهن يا هدي المحرية، جماهير الزعيم صادقة وحقيقة وفية، مريخنا العظيم روضة وزهور وندية، كل الأمنيات والتهنئة القلبية للوهاج بقول، والقول كثير ما شوية، أحمر أصفر أنت وروحنا ليك هدية، أحمر أصفر أنت وروحنا ليك هدية. جميل جميل، يعني أنا أظن بداية موفقة، بداية بهدف، بداية موفقة. نعم أستاذة نهى. مرحبا، يعني الشكر الجزيل لقناة الشروق المميزة، وتحية خاصة وتهنئة خاصة لجماهير الهلال وجماهير المريخ. بروح رياضية يعني الجماهير، ولا هتقول لنا حاجة ردا على التحية ولا؟ والله أنا ما شاعرة لكن ممكن أقول يعني نشأتي أنا الرياضية جات يعني بالفطرة. أنا من أسرة رياضية هلالية كبيرة، ومن أنا يعني صغيرة قمت على حب الهلال، وأنا أفتكر يعني ما في أحسن من كده، أنا أحتز بانتمائي للهلال. هل اسم النجر هو مرتبط ارتباط وثيق بأسرة النجر؟ أيوة صحيح مرتبط. أكيد أسرة رياضية وأسرة كل النجر مع الهلال. أيوة كل النجر أيوة مع الهلال. نعم. أنا الشيخ غايل فاتح ومصطفى نعم والحكاية دي امتدت من الوالد، يعني الوالد صحيح. كان السكرتير المالي لنادي المولدة، وكان بيلعب في فريق كلية غردون لكرة القدم. نعم. أسرة رياضية وهلالية. وهلالية. سارة ما هلال ومريخ وبس، كل الرياضيين السودانيين الباقيين، الباقيين لانه هم برضو بيمثلوا جزء كبير من المشجعين. انا برضو بديت في اسره رياضيه، والدي هلالابي واخواني وزوجي مريخابي في البيت تحدي هنا في البيت مريخ هلال، لكن انا هلالابيه وبشجع الهلال، ولعبت تحت اسم الهلال ومثلت الهلال حتى خارجيا. انا 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 انت وزوجك هلالي وزوجك مريخي وانت هلالي، وأستاذة مدينة كان بتقول زوجها هلالابي وهي مريخابية، لكن هو داسية لها حكاية داسية
معناتها لانه احنا اغلبيه معناتها في قوه هنا في قوه ايوه يعني هنا في تخويف في تعصب لا في التخويف في التخويف بيكون الاغلبيه من ريخاب فرقوا الراي البراو ايوه بعكس هنا لان احنا ديمقراطيه فيه وانا زوجي محمد الرخابي قبل ما يتزوجني وبعد يتزوجني بالهلالي دي الارهاب دي القوه استخدام القوه بدون كروت يا استاذ مدينه كلميني شويه يعني. والله انا في الاول بحيي كل الشعب السوداني وبخص بالتهنئه كل القبيله الرياضيه هلال مريخ وكل من حمل كرة أو مضرب أو قرص أو كل الرياضيين ألعب قوة على سباحة بخص كمان الأستاذة سارة أنا بحبها شديد يعني من قلبي يعني في روح أنا شايف في روح كده جميلة يعني تبادل التحايا أيوة. يعني أنا تخليه حتى العصبية دي ما أعرف بقية الحلقة تكون كيف أنا برحب بالفنانة الشابة فهيمة عبد الله وفهيمه يعني انا ما حاسالها هي كده ولا كده هلال ابيه ولا مريخ ابيه وحتى لو هي بتشجع احد اركان الرياضه في السودان فانا بقترح انه فهيمه تحتفظ بالسير ده اهلا بك يا فهيمه اهلا وسهلا بك واهلا بالساده المشاهدين اولا انا الهلال ولا مريخ انا بحب الكره السودانيه جدا دبلوماسيه طبعا تفضلي غوميه لحد وما رياضيه خالص يعني مش ما بحب الكره بس ما متابعه اكتر يعني عندي اهتمامات تانية بحب الغنى بحب القرايه لكن هلال ومريخ شكلي كده انا حامشي يعني من الحلقه دي انا بتوقع انك حتكوني مع احد الفريقين انت غوميه وغنات جميل ودرما تقريبا يعني فهيمه وجدت قبول كبير عند الناس بعد ظهورها وهي لسه الباب يعني مفتوح كبير قدامها في المجال والله وطبعا عاده بيقول لك ده لما كفر وتر فأنا في اعتقادي إنه إذا بقيت فنان لابد من إنه يكون عندك انتماء لأحد أندية القمة نعم. إذا كانت قمة في الجزيرة أو قمة في الخرطوم أو قمة في بورسودان أو قمة في كسلة أو في جنوب نعم وبالتأكيد في انتماء لكن الدبلوماسية أحيانا تغلب والمسائل والله هي يعني هو حتى لو انتماء بسيط هي ذاته أهل الفن يعني حتى فهيمة لو بقت هلالابية أو مريخابية أكيد لما تجي تغني المعجبين بقى من الهلال والمريخ كلهم حاجة يستمعوا لها حينسوا التعصب هاي حينسوا التعصب ويا ريت كلنا ننسى التعصب ولا خلينا أنا أختار ليكي عموما الفرق السودانية كلها إذا كانت صغيرة أو كبيرة أنا بعتبرها غمة وبحترمها جدا وبحترم اللعيبه جدا وبشجعهم كمان. كلامك ده جميل ما فيه. ما ضروري اكون هلال او مريخ. والله اجابتك طبعا جميله بنفس جمال اغنياتك اللي بتقدميها. نحن هنشوف اختيارك لنا اول حتختاري لنا شنو من الكلمات والالحان. طيب انا حقدم لكم اغنيه برضاي كلمات والحان الاستاذ ايمن صديق الريح. تفضلي فيها.
لكن عيونك بس عيونك لكن عيونك سكنا دفني ومشيت بدون رضا يا مشيت بدون رضا
شكرا للمبدعة المتالقة دائما فهيمة، شكرا لك فهيمة على هذا الأداء الراقي والرائع برضاك، وأظن أرضى الحاضرين في هذه الحلقة. الحديث عن إنه الكورة دي يا ديرما، صراحة إنه الكورة دي بالذات كرة القدم حقت الرجال والأولاد والاقتحام العنصر النسائي شوية كان زمان قليل، ومسألة التحول والتشجيع هل هي لعبة خاصة؟ واجهت صعوبة؟ كيف دخلت المجال ده في سواء في العمل أو في الروابط أو في التشجيع أو الانتماء؟ كانت بتلقى قبول عند الأسرة؟ أنا والله بالنسبة لي الأمر طبعا سهل جدا، لقيت الملعب أصلا وما واجهت أي صعوبة. لقيت يعني الأسرة من الوالد يعني رياضي وبيحب الرياضة، وهو الرب فينا الروح الرياضية، ونحن أي فرد في البيت عنده موهبة رياضية، تدعم من ألعاب القوة وكرة السلة وتنس الطاولة والفولي وكرة القدم. يعني أنا ماخذة ميدالية ذهبية في تنس الطاولة والجمباز. ما شاء الله، يعني أسرة لجنة أولمبية. ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يزيد ويبارك. فتحية، كان في صعوبات هل كسرتوا الحاجز ده؟ يعني كان في حاجز اصلا ولا الامر كان عادي؟ والله طبعا في البدايه يعني بدري خالص، الناس ما عندها مفهوم انه المره ما تخش الاستاد ما تحضر كوره، بالذات العنصر النسائي. لكن هسه في الوقت الحالي نحن بنمشي الاستاد وبنحضر مباراه وبنمشي، لا نحن جايين للاستاد. التشجيع اصلا في التشجيع اصلا من البدايه، والانتماء كده والتعصب. لا نحن اصلا من البدايه بنشجع، ونحن من احنا اطفال صغار بنشجع فريق المريخ، وزوجي عليه رحمه الله كان مريخابي، ونحن عندنا زوله مشهوره في تشجيع المريخ، وهي مشهوره بشعره المريخ سعاديه عبد السلام، يمكن الكل يعرفها وبالذات جمهور المريخ. نعم. وليها مقامه، فمن هنا بحييها وبحيي كل الاسره. نحن كلنا مريخان ما عدا ابن البكر ياسر هلالابي، لذا انا بقول انا مريخابيه لكن بعشق الهلال. فلت هلالابي. يمكن الحكام دائما يعني عندهم احداث في تشجيعكم، عندكم اراء خاصه كده وتعصب تجاه الحكام؟ يعني ناس دير مدير زعلوكم يوم؟ اكيد انا شخصيا لما بكون بتفرج على كوره المريخ طرفه بكون متوتره جدا جدا، وما بتهمني يعني قراره الحكم كده، بكون بشوف النواحي الفنيه، التمرير، التهديف كده، يعني بشوف تركيز اللاعبين وتنفيذه للخطه، يعني معاي الحاجات الفنيه يعني بحكم تخصصي انا في مجال التربيه. بتركزي مع لاعيبه الفريق؟ ايوه، لكن بعتقد انه اي واحد بيقول انه الحكم ظالمه ده فريق تعبان، يعني ده في اعتقادي كده. شماعه التحكيم يعني؟ ايوه، ممكن يكون شماعه، ممكن الاحوال الطقس مش عارف تكون شماعه يعني، وبتكون اخطاء إذا أخطاء فنية من المدربة وكذا، يعني ما قدر يوصل بلاعبينه. والله ده كلام جميل. لو رأيك ده كل الناس ما بيعلقوا الشماعة دي على التحكيم، ممكن نشوف ديرما يعني في المباريات الجاية. والله هي يعني ده كلام، يعني أنا أتمنى إنه كل من يعني يتمتع بهذه الصفة الرياضية إنه يحذو حذو الأستاذة في كلامه، لأنه مهما كان انا ما الحكم ده ما بشر، يعني انا زي ما بيخطئ اللاعب وبيخطئ المدرب وبيخطئ الاداري برضه الحكم بيخطئ، لكن الاخطاء ما تبقى اخطاء يعني متكرره، ما تبقى اخطاء مؤثره. نعم. يعني في اعتقادي انه هي قالت لك اذا الفريق بقى شماعته هو الحكم ده يبقى فريق تعبان. نعم. وانا اتمنى على فريقه يعني، وانا اتمنى نعم. انه الناس يحذو هذا الكلام عشان الناس تصلح فريقه ويقدروا يتقلبوا عليه. نعم. كل من يواجههم. شفت يعني ديرما اكيد بيشجع الكلام ده، خاصه هو كان بيعاني في حته التحكيم. استاذ ساره، الاسره وممارسه الرياضه والانتماء والتشجيع، تكون بنوته في الاسره كده بتشجع ومتعصبه لنادي؟ والله افتكر التشجيع ده ماشي جديد، يعني الناس مما قام في هلال مريخ زمان الناس بتشجع يعني وبتتعصب، وكل واحد اكيد وهو بيتفرج يعني لو في الميدان او خارج الميدان او حتى بيسمع في الراديو
بيكون قلبه بيوجع وهو بيسمع في المباراه مشهد بتاعه والناس كلها بتقيف وتقعد في البيت. يعني الناس كانت تسمع راديو زمان ما منقوله في التلفزيون، لكن بتلاقي الناس كلها بتقوم وتقعد. وفي ناس متعصبه، يعني الناس كلها بتكون دايره الفريق بتاعه هو اكيد يفوز ما لم يكون في يعني مباراه يعني ضد دوله ثانيه، يعني فريق قومي يعني الناس كلها بتشجعه. نعم، انت متعصبه للهلال؟ والله لحد كبير اي لحد كبير نحترف هي ساره طبعا يعني بحكم يعني معرفتي بها في انها سباحه ماهره، هي متعصبه لكن هاديه، يعني تعصبها ذاته من النوع الهادي، يعني ما في العصبي المتشنج، في عصبي هادي، في عصبي هادي جدا. اي نعم، يعني حسب من خلال كلامها تتضح انه هي متشبعه بحب الهلال، بتنتمي له انتماء كامل لكن في كل هدوء، هدوء حتى في كل هدوء حتى نعم. في حاله الهزيمه والله اكيد هي تابعة يعني بروح رياضيه بتتقبل انه لو هزموك ولو فزت، ويمكن خلاك تكون يمكن انا بقول متعصبه مش متعصبه، لكن بزعل حقيقه لما يهزمونا. ليه؟ نحن زمان لما كنا بنسبح كان بيكون دخلوا مريخ هلال، يعني كجاب ده مريخابي، نحن هلالاب اكيد لما يفوز نحن بنكون زعلانين جدا كيف يعني يفوز على الهلال، فكنا بنعمل لوبي كده وبتاع هلال مريخ يا جماعه بمرنونا يدخلونا معسكرات عشان نفوز. خليك هاي اكيد الهزيمه حاره جدا، ما في دول بيقدر دي كمان من وراء لانه في مشجعين وفي ناس واقفين من خلفكم مستنيين وميكروفونات واعلام وناس تابعينكم، عشان كده انتم بتزعلوا، الواحد بيزعل في الحته دي يعني بتجي هاي كيف بيفوز، بتحس انت انه في ناس واقفين وراء الناس كلها واقفه بس لحال الكوره لازم يكون، ما هي لازم يوم كده ويوم كده هزيمه وانتصار، بتتقبل الهزيمه وبتكوني كيف صحه الانتصار؟ اكيد بتقبل الهزيمه، يعني ما هي مسألة التنشئة الرياضية بتخلي الزول يعني روحه رياضية ويتقبل الهزيمة، لكن صراحة مرات يعني لو انهزم الهلال يعني يمكن بيكون الإحساس صعب جدا، صعب جوا البيت بيكون، وأنا يمكن أكون بختلف من مش معه من سارة، أنا ما أنا كل ناس البيت يعني لو انهزم الهلال نحن يعني بتصيبنا حالة من التوتر يعني قدر ما أوصف لك ما ممكن تتخيلها، وممكن يعني الواحد ما يكون عندنا في سياكل ولا يشرب حاجه ولا حتى يكلم زول، وفي حاله الانتصار كمان بتلقى البيت يعني منتهى الفرحه، حتى يعني اصواتنا بتعلى وبتبقى القصه مهرجان. لما انتم تزعلوا تكونوا فرحانين طبعا. لا لكن لا في حاله الغمه يعني. لكن كمشجعات هلاليات يعني لما الهلال هزموه قبل كده عملنا لهم كرنفال الهلال يعني يعني تقبلنا الهزيمه كيف يعني حاولت تعيدوا الروح ثاني من جديد؟ طيب هو ماشي لمباراه الرد، نحن عملنا احتفال كبير جدا زي ما قلت لك ساره، ويعني خلنا في روح اللعيبه انه الانهزام بدايه ممكن يكون للنصر، فكانت مباراه الرد رائعه جدا وانتصر فيها الهلال 2-0. يعني بالرغم انه مباراه مازيمبي كانت مباراه نسميها صغيره على الهلال. نحن يعني الشعب السوداني صراحة بثقافة التشجيع عنده ضحلة، يعني سارة هلالبية أنا مريخابية، أنا بتمنى حتى لو فريق منازل فريق أجنبي تلاقي الفريق الضد السوداني دي مستني ذاك يتغلب. ليه؟ لإنعدام الروح الرياضية والوطنية وتغليب التعصب والوطنيه. اذا نحن عندنا اصلا من اطفالنا دي ربيناهم على حب الوطن وعلى كده، وحب الوطن ده ما بيجي الا من خلال الرياضه وفي المدرسه ومن الناس صغار، فلما نجي احنا فريق انهزم الهلال غلب المريخ انت عارف الخوف بيكون من شنو؟ من الهلال ده حيكاويني كيف؟ حيعمل كيف؟ ديل بيوصلوا درجه يعملوا شنو؟ يشيلوا جثمان، وده بعيد عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ ده ما انا ما اعتبره تعصب. تعصب دي حاجة يعني اكثر من تعصب، يعني دي حاجة اكثر من التعصب، وبتخلق مرات ناس بيضربوا بعض يعني. صح، ليه؟ لانعدام التربية الرياضية، والتربية التربية الرياضية جوا المدارس بتحمل معاها قيم، القيم دي بيحملها معاه الطفل لغاية ما استحالة تتغير. لماذا التعصب يا استاذة فتحية؟ والله التعصب اكيد يعني كل انسان عنده فريق معين بيشجعه، طعم الهزيمة مر ما بيتقبله،
واكيد يعني طبعا تشجع لكن انا اشجع الهلال باسم الوطن. جميل. انا اشجع الهلال باسم الوطن في كل المحافل الدوليه ومش الهلال بس، بشجع اي فريق بيمثل السودان باسم الوطن انا بشجعه، وانا وطنيه بحته زي ما قالت الاستاذه. وضد المسيرات اللي بتطلع عكسيه. اكيد استاذ مدينه كلامها حلو جدا، والناس يعني لو كلها اتحدت واتفقت انه الهلال لاعب باسم الوطن نحن كمريخ بنقوم نشجعه، كذلك الاهل يقوموا يشجعوا الهلال باسم السودان. لكن احنا هنا بنريد التعصب، ولو المريخ اتهزم باسم السودان ما في حاجه اسمها اسم السودان، المهم المريخ اتهزم والهلال بيقوم وبيجوا لحد استاد المريخ ويعملوا مسيره وهتافات بنفس الصورة المرخاب. يعني نحن زي ما قالت ما في توعية رياضية، ما في كل ما يجي مسيرة بتجي مسيرة أكبر. نعم. وكل ما يدير ما نحن هو والله يا حاتم يعني ذات الهزيمة والانتصار ما صنوان. أيوة. يعني هو ما في واحد يعني انت ميدام قبلت وفرحت للنصر لازم كمان تتقبل الهزيمة بنفس الروح. بس يعني يا اخي ما تفرح في هزيمه اخوك. لا ما تفرح في هزيمه اخوك. انا قصدي له وهو شخصيا للمتعصب انه بنفس الغدر اللي هو بيفرح وبينتشي للنصر. هل النساء متعصبه؟ النساء متعصبه. انا حسي كنت عايز ازعل سؤال اقول لهم انتم يعني نحن انه انتم يعني التكيم بالنساء يعني الرياضيات بناتنا ونسائنا حريفات جدا في المطبخ، فإذا كورة منقولة على الرادي ومشغلها أنت المتعصبة دي في المطبخ وبتسمعه وبتطهي في طعام وقام الفريق بشجعي وده يعني أحرز فيه هدف، هل يعني ممكن تكون الحلة بتاعت الكفتة حرقت ولا حلة البطاطس ما نجدت؟ ممكن تحصل حاجة زي دي في المطبخ؟ لا أقول لك حاجة في الحتة دي، في الحته دي يعني نحن كمشجعات سواء كان لفرقنا الداخليه او الخارجيه بنكون متابعات جيدات لبرنامج المبارزات وعارفين التوقيت من الساعه كده للساعه كده. ما بنبرمج نفسنا ما ممكن انا اعمل لا في المسا ما في عشاء اكيد لكن كان جاك يا حسدي رجلك المريخابي ده لا كان قال لي بس قوم الهلال ده عصر المريخ قال لي قوم يسوي العشاء زوجي هلال زوجي حولته يا اخي خلاص لا متعصب اكثر. انا دايره بس اضيف حاجه بالنسبه للتشجيع وبالنسبه للتعصب وكده، انا بفتكر التعبير عن الراي سواء كان بمسيره او عن الفرحه مثلا او كده مهم بالمناسبه، بس ما يكون زياده عن اللزوم لانك انت بتعبيرك عن الفرحه ولا شماته. لا لا انا الشماته دي ما عندها موقع، لكن فيها ممكن تكون مكاوى لانها بتعمل حده في التنافس. الحده في التنافس بتخلي الفرق المتنافسه تجيد لعبتها وتكون افضل في المرحله الجايه، نحن محتاجين لها لكن ما تكون اوفر، ما تكون حاجه يعني لدرجه مثلا يعني يكون انعكاس على 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 الغريم الثاني او على الطرف الثاني يعني يكون عنده مردود نفسي او كده، لكن تكون بس في الحدود بتاعه يعني التشجيع وكده. نعم حدود التشجيع، عشان كده فهيمه بتكون فهيمة هادية دائما إذا طبخت بعيد عن الغناء والدندنة وما متعصبة. تصريح خطير يعني كانت موضوع سندوتشات ساي كله اتصال دليفري. فهيمة أنت حسمعين شو؟ طيب أنا أبوي ما متأكدة إذا كان هلال أو مريخ، بس أمي هلالابية بحتة جدا، يعني عادي ممكن تحرمني من اي شيء في البيت والهلال مهزوم. ربنا يديها الصحه والعافيه ان شاء الله. تكلمتينا عن امك ودار تهدي حاجه لابوك طبعا. ايوه ابونا مين زيه كلمات الاستاذ تاج السير ابو العائله والحان الاستاذ الفنان تاج مكي، نحيوه من هنا ورمضان كريم عليهم.
عشان بيجيب لنا نحن طالبين له.
مرحبا بكم. نشكر فهيمة بهذه الكلمات الرائعة للفنانة الشابة المتألقة. نحن بنرجع وقبيل تكلمنا عن حتة الاستاد والدخول للاستاد. نحن نتكلم بصراحة، اختلف الوضع الآن، الدخول للاستاد يعني كان في بعض التحفظ وبعض الصعوبة وبعض الأشياء بالنسبة للسيدات. هل اختلف الوضع وكيف يعني تنظروا للمباراة من داخل الاستاد؟ بالنسبة لدخول الاستاد، الاستاد أنا والله قعدت ممكن أقول إنه في فترة يعني كان في الأول الدخول يمكن شوية صعب، لكن تاني زي يتعود، وبالذات يعني المشجعات البنت ملوس الرياضية وأسر متفهمة مسألة تشجيع الأندية وكذا الرياضية. جات مرحلة في النص المسألة بقت صعبة جدا يعني، وممكن يعني تراجعت، لكن أسح شايفة يعني بعد منادات كثير جدا من مشجعات الفرق الرياضية، ممكن أخوتنا مدينتكم من ضمنهم وسارة وفتحية وشخصي، نحن كم يعني مرة دعينا إنه يكون في مصاطب خاصة للنساء داخل دور الرياضة. وأنا أفتكر كانت في استجابة كريمة للطلب دي، وأفتكر دي يعني حاجة كويسة وإن شاء الله تمشي للأمام يعني إن شاء الله. نعم أستاذة مدينة، يعني الاستاد والدخول وردة فعل المتعصبين والمشجعين احيانا بالنسبه للسيدات والدخول للاستاد بالنسبه للمراه. طبعا الشيء المعروف انه المراه السودانيه في السنوات الاخيره دي حلت محل الرجل في كل حاجه، كل شيء ماسكه البيت ويعني كل شيء بصراحه يعني. فبقى عادي جدا انها تخش الاستاد، يعني زول ماسك لك عيشتك وماسك كده وبتاعه هنا، فمن الطبيعي جدا جدا انها تخش الاستاد. لكن انا عايز اتكلم عن الحته بتاعت الاستاد دي. احنا كنا مره دخلنا، انا طبعا بسوق معي بنات يعني وهم شابات، ويعني بقول لك انه دخلنا مباراه بتاعت اسيك العاجي والمريخ، وكانت المقصوره مليانه، قمنا دخلنا فقعدنا في، كنا لازم نشوف المباراه يعني. نعم. قعدنا في مع يعني مع العامه يعني، اقسم بالله كان الجمهور منضبط بطريقه مبالغه. انا ما اعرف الناس بتخاف من وجود المراه ليه يعني، ولا كلمه ولا كده، كانت يعني ده هو ده أيوة الاحترام للمرأة. وجود المراه في اي حته مقبول. احنا الشعب السوداني ده الناس بيحترم المراه شديد يعني، برغم من انه دخلتنا حاجات ثقيله وكده وكده، لكن ابدا الرجل بيحترم المراه شديد يعني اذا هي احترمت نفسها. فاحنا قاعدين كان التشجيع ما شاء الله تمام تمام، ولغايه حتى لما يعني جينا نطلع افتحوا لنا المباراه، كانت يعني ما شاء الله جمهور كثير وكذا، فافتحوا لنا الطريق وطلعنا وكذا. فوجود المراه في 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 المجال الرياضه غير داخل الملاعب مهم جدا جدا، عشان كذا برضو انا بطالب بوجود المراه داخل مجالس الاداره. طبعا بالنسبه لانه يعني في قرار انه الناس ممكن تخش الاستاد، هي دي ما الاشكاليه افتكر، هي الإشكال نحن المفروض يكون يعني من خلال الإعلام من خلال الصحف، المفروض يكون نشر الوعي بين الأسر، على أساس إنه يعني في أسر قليلة هي اللي بتمشي الإستاد، يعني بتخلي بناتها ممكن يمشوا الإستاد، في ناس تانية بتنظر لها نظرة غلط وبيقول لك يعني شنو اللي بيودي البنات، عشان يعني ما في سبب أصلا يوديهم. فأنا بفتكر إنه المفروض الناس ذاتها يكون في وعي يعني نشر لوعي بتاع ثقافة رياضية، عشان الناس تكون متفهمة، لأنه تخلي بناته يكون شيء عادي، ممكن الواحد يسوق بناته وأولاده ويمشوا كلهم، بدل ما يفضل يكونوا مخصصين بس حتى بس للنسوان، ممكن أنا أسوق عائلتي كلهم أولاد وبنات، يعني ممكن أنا أخش بجاي وأبوي من هنا وبنتي بجاي، فيكون في عائلة يكون في عوائل وبتخش زي ما في كل الاستادات في الدنيا. طيب الناس اللي عندها تحفظ، قبال أمشي لي أستاذ فتحي، الناس اللي عندها تعصب أو تحفظ على دخول المرأة للإستاد، أحياناً هل بتشعر إنه معهم حق؟ والله هو ما معه حق، لكن هي في فكرة غرست داخل عقول الناس يعني من بدري، إنه والله أساساً الرياضة مش الإستاد، أساساً الرياضة دي ما بتاعت بنات، يعني الناس في راسها إنه والله البنت دي مكانة يعني
شنو تقوم تجري وتبرطع ولا تلعب ولا تعوم ولا تعمل اي حاجه. البنت المفروض تكون قاعده في بيتها ترسم، ممكن تطبخ، ممكن كده. لكن وانس انه بقى فيه وعي رياضي وانه بقى فيه زي ما قالت الاستاذه انه المفروض تكون في المدارس الرياضه تبدا بالمدرسه. نحن ليه ما نخلي فعلا الاسر مش مشجعه بس؟ ليه انا ما اكون ممارسه للرياضه؟ ليه ما يكون في خصوصيه لي انا كامراه وبناتي وكذا؟ يكون في صالات مغلقه جوا الانديه بدل ما الناس تقعد تلعب كوتشينه. نحن بنمشي يعني النادي بصراحه وحاولنا نعمل كيان نسائي وكذا وبتاع هناك، لكن الشيء الملاحظ انه المراه السودانيه ما بتعمل الفينيشينج صح لاي حاجه. مثلا نبدا الاجتماعات وكذا وخلاص ولما نجي في مرحله بتاعت الختام يكون انتهى. ايوه يلا ليه؟ لانه ما بنلقى دعم من الاداره فوق، وده بينطبق اكيد 100% على الهلال، مع ان انا ما بعرف عنه حاجه، لكن ما شاف لهم نشاط. نعم وما انت شافاه في الهلال ما في المريخ. في الهلال وفي المريخ. يلا ليه النشاط ده ما يكون مستمر طوالي؟ نعم. ليه نحن بس نستنى رمضان عشان نعمل ليله ثقافيه؟ نستنى المريخ يفوز عشان نعمل تجمع والى اخره؟ ليها الاستمرار ما كان. استاذه فتحيه، انت مع او ضد دخول المراه للاستاد؟ وقول لنا قصيده. المراه يعني زي ما بيقولوا هي برضه عضو فاعل، عضو مشارك، عندها رايه، يعني عندها ميوله تخش وتشجع. احنا كاسر رياضيه بنخش باولادنا وبناتنا، وعندنا منيات الناس صغار بنات اختي بيلصقوا النجوم في وشوشهم كده، في واولادنا بشيلوا الاعلام ملونه احمر واصفر، المريخ لاعب مع الهلال او لاعب المهم في الدوري او لاعب باسم السودان. احنا بنمشي كاسره بنشجعه نسوان وولادتنا بولادتنا، فلا مانع من انه المراه السودانيه تخش الاستاد وتشجع زيها زي اي انسان عنده مغامره. استاذ نور حصل المباراه. قلت لك سخنها، ما قلت لك اردوميه، قلت لك سخنها. تقدر ما بتقول سخن وبعدين بترجع؟ والله يا اخي ولعت نار. ولعت. اسي انت قلت ادتنا جونين بقصايد الاثنين وفي الاستوديو، لكن نحن دائما اقوالنا في الميادين. احنا دائما منتصرين. حاليا احنا فايتينكم في الدوري بثلاث نقاط، ما تقولوا غلبتونا المباراه الاخيره، فايتينكم بثلاث نقاط. احنا ان شاء الله حنفوتكم كمان. كذا حسي قبل ما تتشاكلوا، يعني انا هل اتوقع في يوم من الايام انه اجد مشجعات الهلال والمريخ يعني عاملات فرقه واحده وبشجعوا في المنتخب، او إذا كان الهلال لاعب مع فريق أجنبي أو المريخ لاعب مع فريق أجنبي، هل ممكن أشاهد الحكاية دي في يوم من الأيام؟ أكيد ممكن تشاهد الحاجة دي، لأنه أفتكر نحن واقع المشجعات الهلاليات والمريخيات الاثنين واقع واحد، يعني نحن الواقع بتاعنا ده ما حيتغير لو ما تكاتفنا وخطينا يعني خطة عشان نلعب بها لمجلس الإدارة. يعني نحن ده يكون ده الهدف بتاع المشجعات، انه حقيقه بدون وجود امراه داخل مجلس الاداره الحال ما حينصلح ولا في الهلال ولا في المريخ. مطالبه يعني مش بالنسبه لنا كمشجعات بس، يعني انا بفتكر انه حال الرياضه نفسه ما حينصلح بدون وجود امراه في داخل مجالس الادارات، لانه نحن حنفكر للناس كلها. لكن لما يكون مجلس الاداره ما في ولا مره، ما ممكن حتفكر، حيفكر كلنا بس كرويا بس، يعني المناشط ما حيكون في زول بيشوف حاله، الحاله الثقافي برضه بيكون بتدي من الميزانيه قليل جدا واو الفتاة. لكن هنا الواحد بيكون متوازن وبيكون امين وحيوزعها بشكل. ده طبعا يا استاذ سر بيتوقف. ايوه ده بيتوقف عليكم انتم، انكم انتم لازم تستقطبوا، يعني تستقطبوا ابنائكم بناتكم يد واحده، اولاد جيرانكم عشان يجوا يخشوا يسددوا العضويه بتاعتهم، وبعدين لما تجي الانتخابات تدوا الاصوات تكون اعلى اصوات بتاعتكم انتوا، عشان بعدين تقدروا تطلعوا وتنفذوا البرنامج بتاعكم. خلاص نحن حنعين استاذ ديرما، نحن حنعين استاذ. لا انا والله من انصار، انا من انصار هذه ان شاء الله يعني تحقق. يا جماعه ممكن تدوني معكم مداخله؟ نعم تفضل. هم رائده الهلال وزي كلام استاذه نهى، وهن يعني ما شاء الله باسم الناس وناس متفهم، بنات متفهمات، لكن انا متاكده الاداره ما بتعين امراه في مجلس الاداره، ونحن بعقليتنا كسودانيين
أغلية السودانيين بأنه المرأة لا تصلح في الإدارة لأن بطبعها اللين حتى الانتخابات بطبعها المسألة بقت صناديق ما معلش احتمال تكون نائب للرئيس كنائب للرئيس ولكن في الرئاسة أنا غيرت رأيي أنا شخصياً إنه ما حيوافقوا ناس أنت رأيك إنهم ما حيوافقوا أنت رأيك شنو أنا رأيي إنه ما حيوافقوا لكن الناس برضو تعمل خطوة وتعمل الانتخابات وعسى ولعل إنه أنت المرأة مع إنه المرأة تقود أنا مع إنه المرأة يكون عندها ميال حتى لو ما تقود تكون مثلاً يكون في رئيس هي تكون نائب للرئيس لا مانع لكن برضو هنا المرأة غادت الدولة ما تقود والله لا مانع لكن المرأة هي بطبعها يا جماعة رغيقة وحنينة الراجل عنده الحزم انت شاهدت كاس العالم شاهدت كاس العالم نعم انا 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 بتخيل في انه يوم من الايام انا في لعب اسبانيا لاعب ده جاي حصل استبدال من لاعب مباراة الكاس المباراة النهائية ايوه في واحد جاي اللي استقبلته سيدة لحد ما جابته الكنبة تحت ده عضو في المنتخب الوطني ده موجود في الفرق أيوة نقول عسى ولعل انه نحن وطنيون بالفهم بهذا الفهم انا بتمنى اختنا فتحيه قالت كلام يعني هي يعني قالت المرأة بطبعها رغيقة والإدارة على صعب بالعكس أنا بفتكر إنه الرغة دي ممكن تكون سلاح إيجابي في حسن الإدارة يعني الإدارة ما عايزة قوة ولا عايزة عضلات لا هي مو عايزة عضلات مخ نظيف هي أصلاً أصلاً عايزة قدرات أيوة يعني ما كده أنا ما قصدي عضلات أنا قصدي إنه المرأة بطبعها يلا هو هسه رئيس نادي إدارة الهلال أو رئيس نادي إدارة المريخ ما بيستعمل عضلاته لكنه كرجل بيفرض نفوذ وبيفرض سيطرته بوجود عنده شخصيته أنا بقول عسى ولعل إنه الحال ينصلح وتلقى المرأة وتجد مجالها زي ما قالت أستاذة نهى تلقى مجالها في إذا كانت في إدارة المجال مفتوح المجال مفتوح لكن ما في نزاهة في الانتخابات في الانتخابات أنا ممكن أفشل جمعية عمومية عادي عندي لست جاهزة ده اللي بيحصل في الأندية لست جاهزة فلان وفلان وفلان بكرة ما تجوا فشلوا الجمعية العمومية في لست جاهزة الناس كده خلاص الماء مرغوب فيهم هنا السؤال هل الرجل أفلح في إدارة الشأن الرياضي في السودان كل هذه الحقب ما أفلح بدليل ما أفلح نهائي أنا خلينا 50-50 أنا عايزة والله ما أفلح لا 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 ما أفلح أنا ما ممكن يكون أنا بشجع فريقي يا جماعة يكون الليلة غالب 4 وبعد يومين يتغلب 3 ما بتجي يلا أنا قدار أقول برضو دقيقة هما في منظومة في النادي النادي دمنه دي ثورة السيدات يعني ما أظن أحد يتوقف يلا دقيقة المنظومة المداخلة بديك الفرصة يا أستاذة ما تخلي إحنا مريخاب نتشاكل لا ما فيش شاكل ما هو رأي مجرد رأي هتشميتوا الهلالة أكمل رأي يعني في الحتة دي تفضل يعني المنظومة دي لازم تكون إدارة على جهاز فني على لاعب على كله وعلى المشجع أنت عارف الضحية في الآخر منه المشجع والله العظيم أنا شخصياً لما يكون المريخ غالب والله لما نكون عارف المريخ لاعب حتى مع الأندية ولو إن أنا بحترم كل فرق الدوري الممتاز ولو أصلاً فريق ده ما كان تمام ما كان صعد للدور الممتاز لاعب في أي فريق بصرف النظر عن هلال ولا مورد والفرق العاصمية دي أنا بكون مشدودة جد أنا هنا شنو إذا اللاعبين استهتروا أنا بكون الضحية فيلا إذا ما الهرم ده كان كله ماشي تمام في الآخر الضحية منو المشجع ده في رأيي أنا يلا برجع لحتة تانية قصة الانتماء للنادي وتسديد الاشتراكات وإلى آخره دي فيها ناحية برضو علاجية للشابات والشباب الشابة أحسن تستكع عليه في الشارع بعد ما تطلع من الجامعة ولا تمشي تحضر مباراة ولا تمشي تكون مشاركة في نشاط وقت الفراغ ده يا جماعة وقت الفراغ ده لازم الفراغ هو المشكلة أيوة دي الوقت المخدرات المش عارف إيه ده ناتج من شنو من وقت الفراغ أن إحنا بنطالب أول حاجة وجود المرأة داخل إدارة الأندية بصفتها أم وأخوت ومربية وإلى آخره وهي اللي هتستقطب لنا طالبات الجامعات والطالبات المراهقات في يعني في الثانوي في كده احنا بندخلهم بنملي وقت الفراغ وبالتالي نفس الشيء الرجل بيجيب لنا برضه شنو الشباب ما عايزين تعينوا حكمات عشان انا بعيد ناس والله ممكن يعني لا منيره عارف منيره وحيكون في حكمات وفي سار بقيف قوه انت دائما مساند ايوه مع هذا المقترح والله لانه يعني حسي هي لما جات خشت لك في اتسكعن
يعني دي كلمة خلاص بعد دي مفروض أي مجلس إدارة بتاع أندية القمة مفروض يكون من هذه الكلمة إنه جهز صالته جهز مكان هذه العضوة في مجلس الإدارة عشان ترجع وجهز نفسه للانتخابات كمان. ايوه جهز نفسه الثوره جاي والله انا اسدد اشتراك الطالبه دي اقسم بالله عشان اساهم في 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 الحاجات السلبيه ظهر في مجتمعنا ده خصوصا انه ده المريخ يعني ان شاء الله في الايام الجايه هيفتتح حمام السباحه وكذا وهناك فدي قول حيستقطب والاستاذه ساره طبعا تعينت في بعمل لك دعايه من حس يعني ففي مناشط كثير يعني اني ممكن الفتاه يعني حدا نحول النادي ده ممكن الملعب المغلق يكون جنب نعم الصالات يعني ممكن يعني نكمل الصوره نحن من هنا برضو بنتمنى من وزير التعليم انه لابد من اعاده الرياضه المدرسيه مهمه جدا طبعا لنا الصباح احنا لما كنا طالبات الرياضه المدرسيه هي السبب تطور كله ايوه نحن لما كنا طالبات صغار كانت يعني نحن كنا بنجي المدرسه قبل مواعيد الدراسه الساعه 6 صباحا عشان نلعب نتدرب في انا بقيت حكم من المدرسه او الجمباز ما لقوا حكم قدرت مباراه بين الفصول بس في المدرسه من ديك ايوه انطلقت في المدرسه ما كنت بتدقى وتسك والله ما هي ديك من البدايه ديك من اللبنه الاولى اللي انت بتضعها بعدين الرياضه طبعا انا بفتكر مهمه جدا يعني اول حاجه حتى ذهنيا بتنشط الذهن صحيح. تخلي الطالب يتقبل الدراسه بروح ويحب المدرسه الناس يعني في ظاهره بتاع التسرب مدرسه كبيره جدا جدا لا. لكن اعاده الرياضه دي في المدارس حتى يعني حتخدم المجتمع خدمه كبيره جدا اول حاجه في مساله التسرب التعليمي زي ما قلت يا مدينه انه اول حاجه حتخلي عند الطالب رغبه انه يجي المدرسه بعدين انه حتى مستواه الاكاديمي يعني يكون احسن لانك انت الرياضه هنا بتصفي الذهن وبتخلي الاستيعاب افضل اضافه الى ذلك انت لما تكون بتمارس الرياضه بتكون اول حاجه نفسيا مرتاح نمرة اثنين بتكون عندك روح رياضية حتى المشادات والمشاكل اللي بتحصل بس في المدارس زمان كانت ما في بين الطلبة والشغل لدرجة مرات بالسكاكين أنا بفتكر مهم جدا جدا بالناشد وزير التعليم لابد من إدخال الرياضة المدرسية ونحن كمان بنضم صوتنا لصوتك وصراحة أنا يعني ما دار أقول مندهشة ومستغرب لكن يعني في حماس كبير شعرنا به المسألة ما تشجيع وتعصب وغلبناكم وغلبتونا المسألة في أفكار وفي صناديق وفي في انتخابات وفي ثورة لتغيير الواقع مساقة الإدارة هتخوفوا الجماعة كده بالصورة احنا نختحي مجالس الإدارات إن شاء الله في الهلال نحن نتمنى لكم التوفيق صراحة والأستاذة فتحية شعرة قوي جدا ممكن شعرة انت زي في فرصة تدينا انت من رحابي لا انا ما اقصد يعني الا شعر مريحة ممكن تدينا شعر للهلال ما عندك حاجة منتخب الوطني ما في مانع ان شاء الله ما عندك قصيده في حكم ما عندك قصيده والله قصيده ان شاء الله حتى لو غلبت زعلت من حكم يوم يعني وخلاص والله طبعا انا في اي حال من الاحوال ما بزعل من الحكم انا بزعل من اللعيبه اللي هم بيفرطوا في الانتصار وبزعل شوف من شوف والله يعني دائما ما بيحملوا الاخطاء بيسموا الاشياء باسماء أيوة. كل ما يلعب يعني ما بمشوا الحكم ظلمنا وطلعنا اخواتنا دول لازم يخشوا مجالس الادارات لانه انا بقول حاجه وبعدين التشجيع ذاته يعني ما دايرين انهم نحن نكونوا في المصاطب الجانبيه دايرين انهم في الشعب محل اللي بيجدعوا الحجار وبيجدعوا القزاز ذيل عشان يضبطوا لنا هم ذاتهم ما حد عشان نضبطوا يعني البنات في المرحله الجايه من الاسره يعني بيكون في توعيه في الاسره يعني الدور ده بقوم على الاسره اولا واخيرا يكون في توعيه احنا ذاته بدورنا اعلاميا ان شاء الله نكمل لكم باقي البرنامج ان شاء الله برضه انا عندي كلمه بس لو سمحتوا تفضل يعني القصيده بتاعت اخذنا فتحيه جميله وظريفه يعني حلوه يعني انا بحس بالشعر كده لازم انت تقولي يلا لا دقيقه برضو ده نفس الاتجاه بتاع الصحافه الرياضيه عندنا مع الاسف يعني الصحافه الرياضيه الصحافه بعيون حواء الصحافه الرياضيه بصراحه هي سبب النكسه في البلد يلا قول لي كيف انا عندي كم صحيفه رياضيه متخصصه كتير. وعندي كم صحيفة سياسية فيها صفحتين ثلاثة في الرياضة وما بيخدموا الرياضة بسبب ليه؟ لأنه الرياضة بقت مهنة من لا مهنة له أنا عندي بعرف واحدة دكتورة في كلية التربية الرياضية عندها الدكتورة بتاعتها
في ال افتكر في الفسيولوجي وظائف الاعضاء وعلاقه الطقس وتاثيره على اللاعب. دي اي نادي ممكن يستفيد منها؟ ونحن ما استفدنا من البحوث دي او غيرها. كلام كبير جدا. العاب القوه في دراسات اتعملت، عارف مستفيده منها كم دوله افريقيه عامله دكتور من اولاد من سوداني، واستفيد منها دول ثانيه. وهنا في الرف قاعد الرساله، وانا مشيت وكنا بنعيد في برنامج انا والاخت هنا، وجبنا الرسالات دي وقعدنا وطلعنا منها شغل يعني. فانا يعني ما بعرف يعني، انا مستغربه ليه الاستهانه بالرياضه؟ لنغلب نزعل، ومره كده ننتصر الهيلمان وال نعم. والاحتفالات، مع انه احنا اللي بنعمل فيه بيدي للغلب. اديك حاجه، يلا جهاز الـ 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 الناشئين ملاعب في العاصمه المثلثه كلها، واقسم بالله انا من كتر ما مهتمه بالموضوع بتاع الرياضه مرات بلف كده بشوف الانديه اللي افتتحت وصرفت فيها ملايين ما فيها ولا ناشئ. كل الفلوس اللي بتصرف دي تخش المدارس، واذا عينوا مدرسين التربيه الرياضيه اللي حسه داخلين السوق وما في وظائف يتعينوا بالفلوس دي، وتبنى كم صاله مغلقه، ويصاحب الابناء مدرسينهم في المدارس، عشان انا اكون ولدي متاكده انه ولدي في يد امينه ماشي وحيطلع منه نجمي بعدين. تهيأ لي انه لازم تتعين موجهه تربويه. لازم تتعين نعم نعم. نحن والله صراحه يعني لكم كثير. وبعدين انا اكثر حاجه يعني ساعداني انهم في كل ما بيناتهم في تفاهم بين المشجعات يعني اختلاف الالوان ما عملت ايوه ما هم حسدي دي ذاته بعدنا بعيد، لكن لما القضيه تبقى وطن مع بعضهم نعم تبقى وطن وتبقى هم وتبقى رياضه. قبل التسجيل قبل ما نجي هنا للاستوديو نحن تلاقينا فاقترحنا انه نحن مشجعات للهلال وهم مشجعات المريخ نعمل لنا جسم تنسيقي فيما بيننا نشجع فرق السودان لما لا. تكون في المباريات الدوليه. ده شيء جميل بالقبيل، قلت انا عايزكم تكونوا ملمومين. ما في اجمل من كده. نحن صراحه يعني لانه همنا الوطن يعني. بالتاكيد وضح انه همكم الوطن من خلال المقترحات وحتى نقدكم مصادف محله لكثير من الاشياء. نحن سعدنا بكم في بدون كروت، وما كان حيستجرأ دير ما يطلع اي كرت، اظن الكلام اللي هو بيسمعه ده كان مؤيد على طول. يستحقا يعني هي مش مستحقا كرتون، مستحقا باغه ورد نديه في هذا الشهر المبارك. ونتمنى انه نشاهد يعني كل ما قيل في هذه الحلقه يعني ينزل يترجم على ارض الواقع. ايوه نعم. ايوه ونشوف متحدات ان شاء الله. نعم ده كلام جميل. احنا بشكركم والله الشكر جزيل، بذكروا في القصيده وزميلنا مجدي مهندس الصوت ايضا بذكر بالقصيده بالرخابي متعصب. نحن كل يوم حنوريكم زول من الطاقم العامل في بدون كروت، بدينا بالمخرج والمنتج واخواننا كشك وحجر وزميلنا مجدي من الرخابي. حتقولوا قصيده؟ اوكي لا مانع والله في الختام للمريخ ولا والله طبعا قصيده للسودان ان شاء الله. السودان يكون دائما فوق في كل المحافل وفي كل المجالات في المحافل الدوليه. بقول ما همانا نحن اسوده في السودان جمعنا حشوده، ما دام الالوف موجوده شعارنا الانتصار والجوده، والمريخ تمسح في قيفه بيحرم بيكرم ضيفه، وهاج في شتاه وصيفه ديما الانتصار ده حليفه، والوهاج كريم في داره مله لبباقة توقد ناره، أهل الصف ورفعوا شعاره كل ضيف بحسب مقداره، وإسماعيل رايح جاي معروف نحن سمحين سيرة في الجود والحماس والغيرة، إسماعيل رغم الجيرة قام في ليله دون تأشيرة، المريخ حبيبنا الغالي لقدام ولا بنبالي. أنا بشكرك جزيل الشكر باسم المشاهدين وباسم الحاضرين، وبشكرك أستاذة نهى وأستاذة سارة. أنت رد على القصيدة ولا نختم؟ أستاذة سارة دي غاية تشوف لو في حلقة ثانية حتجيب شعرة أنا حسعى والله أنا ما شعرة، لكن أنا حقول قصيدة قبل ما تختم. تفضل. أيوة تمام يا سارة. مرتجلة ما حتكون بمستوى أستاذة فتحية، لكن لازم أرد حرقني. رد. بقول عشان اسمك عبدت الرب وتمتمت حروفه كمان، وتعبدت مليت محرابي حب وحنان، وعطرت مكان الريد بحروفك شذا وريحان،
وهلالنا فوق السماء والسودان اللي بالكامل. زين شكرا جزيلا. فرحتوا المريخات والهلالات، شكرا لكم كثير. ونحن محطتنا الاخيره حتكون مع المبدعه المتالقه فهيمه، ونحن بنشكرك كنت معنا في هذه السهره. بشكر زميلي في التقديم صاحب الكروت وصاحب الصافره ديرما، واشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعه. الى ان نلتقي في حلقه قادمه بدون كروت، تقبلوا تحيات الفريق العامل من الهلالاب والمريخاب، من المريخاب والهلالاب. الى الملتقى، اجمل تحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنيا زفوك بنا في غزال مشغوله غايت الشباب.
تعال.